يا شيخ محمد ترى، ولم نفتح أي غرفة في هذا، لكن يعني للأمانة أن نبين فقط يا شيخ محمد، تفضل إن شاء الله. تمام يا أخو، إن شاء الله بإذن الله هنبدأ إن شاء الله من نقول أولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد في الجزء الرابع من كتاب المطالب العالية المكتبة الأزهرية للتراث صفحة 29، يقول الراوي: إن الكتب الإلهية ليس فيها تصريح بإثبات أن العالم محدث بماداته وصورته معا، وتقريره أن الألفاظ الموجودة في القرآن المشعرة بهذا المعنى ألفاظ معدودة، وذكر ألفاظ وقال أنها لا تشير إلى أن هذا العالم محدث، يعني ذكر أن هذه الألفاظ التي يظن منها أن العالم محدث هي لا تشير، يعني نقد هذه أو نقد دلالة هذه الأقوال على حدوث العالم أصلا. وفي نهاية هذا المبحث يقول: فإن قال قائل النبوة فرع على الإلهية، فمن قال بقدم العالم لزمه القدح في الإلهية، فكيف يستقيم معه إثبات النبوة؟ فنقول لمن قال إن الذوات قديمة: إنا لا نستدل بوجود تلك الذوات على وجود الإله القادر، على وجود الإله القادر الحكيم، بل نقول أن تلك الذوات اختلفت في الصفات، فبعضها لطيفة علوية وبعضها كثيفة سفلية، فاختلافها في هذه الصفات لا بد لأجل القادر المختار. وإذا ثبت وجود الإله بهذا الطريق، فحينئذ يمكن تفريع القول بالنبوة عليه، فيثبت ما ذكرنا أن أكابر الأنبياء صلوات الله عليهم سكتوا عن الخوض في هذه المسألة، وذلك يدل على أنها بلغت في الصعوبة إلى حيث تعجز العقول البشرية عن الوصول إليها. يعني يقول بكل صراحة أن الأنبياء أو أكابر الأنبياء سكتوا عن الخوض في هذه المسألة، لم يثبتوا أن العالم قديم أو أن العالم محدث، وكأن النصوص التي أثبتت في القرآن وفي السنة أن الرب سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وكما نعلم أن الخلق هو فعل يقوم بالخالق سبحانه وتعالى، فيكون المخلوق يعني مسبوق بفعل الخلق، وفعل الخلق مسبوق بالفاعل الذي هو الخالق. هكذا ذكرت النصوص الشرعية، بما يؤكد أن كل ما سوى الله محدث. لكن الرازي يقول أن الأنبياء، بكل صراحة يقول أن الأنبياء سكتوا عن هذه المسألة ولم يبينوها، وهذا كلام خاطئ. يعني تحدثنا عن المسألة، هو يعني يقول في المسألة من ناحية الإجمال أن النصوص الإلهية سكتت عن هذه المسألة، لكنه سيذكر وسنذكر بعد قليل أنه ذكر أن هناك أشياء أو هناك شيء من هذا العالم قديم مع الله، وهو ما يسمى بالزمان الذي اختار فيه مذهب أفلاطون. هو اختار في مسألة الزمان مذهب أفلاطون، وفي رده على القائلين بأن الزمان هو مقدار الحركة، وأنتم تعلمون أن القائلين بأن الزمان هو مقدار الحركة هو أرسطو، ومن اتبعه من الفارابي أنا وابن سينا وغيرهم. وجدت النص يا شيخ محمد، وجدت النص الكارثة الكبرى للرازي حينما يقول عن في أول التأسيس، يعني بيصرح بالإله، الإله عبارة عن وجود ذهني عقلي، ويتبع يعني الإمام أفلاطون. أركز معي يا شيخ محمد في قولي، ربما أنا يعني لا يظهر لي النص جيدا، لكنني يعني كنت قد صورته من أحد كتبه قديما ووجدته الآن في الهاتف. على أي يقول الرازي: إنا نعلم بالضرورة أن الأشخاص الناس مشتركة في مفهوم الإنسانية ومتباينة بخصوصيتها وتعيناتها، وما به المشاركة غير ما به المميزة. وهذا يقتضي أن يقال الإنسانية من حيث هي الإنسانية مجردة، وعن الشكل المعين والحيز المعين. يقول:
فالإنسانية من حيث هي معقول مجرد، وإذا ثبت ذلك فقد أخرج البحث والتفتيش عن المحسوس، ما هو معقول مجرد. وإذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالق المحسوسات مترهن عن لواحق الحس وعلائق الخيال؟ ويقول كذلك في المسألة التي بعدها: إن كل ما هي إذا اعتبرناها بحدها وحقيقتها فإن قد نعقلها حال غفلتنا عن الموضع والحيز، فكيف والإنسان إذا كان مستغرق الفكر في تفهم أن حد العلم ما هو، هو يستفهم الآن، وحد الطبيعي ما هو يستفهم، فإنه في تلك الحالة يكون غافلا عن حقيقة الحيز والمقدار، فضلا على أن يحكم بأن تلك الحقيقة لابد وأن تكون مختصة بمحل أو بجهة. وهذا يقتضي أنه يمكننا أن نعقل الماهيات حول ذهولنا عن الحيز والشكل والمقدار. اسمع معي ماذا يقول: وهو أن الواحد منا حالما يكون مستغرق الفكر والرؤية في استخراج مسألة معضلة، وقد يقول في نفسه: إني قد حكمت بكذا، أو عقلت بكذا، فحال ما يقول في نفسه: إني عقلت كذا وحكمت بكذا، يكون عارفا بنفسه، وإذ لم يكن عارفا بنفسه لم تنع منه أن يحكم على ذاته بأنه حكم بكذا أو عرف كذا، مع أنه في تلك الحالة قد يكون غافلا عن معنى الحيز والجهة وعن معنى الشكل والمقدار، فضلا عن أن يعلم كون ذاته في الحيز أو كون ذاته موصوفا بالشكل والمقدار. فثبت، اسمع معي جيدا إلى هذه الجملة، أن العلم بالشيء قد يحصل عند العلم بحيزه وشكله ومقداره. ثم يقول: وذلك يفيد القطع بأن الشيء المجرد عن الوضع والجهة يصح أن يكون معقولا. هذا نص صريح للرازي يثبت وجود المثل الأفلاطونية في الخارج. أما في مسألة الزمان، كارثة أخرى للأمانة، يعني كارثة أنا ما أدري يعني كيف يرقعونها هؤلاء الفودوية. دقيقة أخ، أبحث لك عن النص عندي الآن، وحتى عندي رد شيخ احنا الإسلام ابن تيمية لو رحمه في الله. المطالب انا هذكر النصوص دي، لو انت لو اللي هيبقى في المطالب انا هذكره، إيه، في النص المطالب ده في العالية المطالب ولا في بالضبط. ايه؟ إيه نعم، فمن خلال هذا هذكر التصحيح انا الأفلاطوني في كان عندي، أنا كنت صورته يعني عندي في الهاتف، يعني قديم، يعني بحثت عنه الآن ووجدته. المراد أن الرازي هنا قال كارثة، يعني في أول التأسيس عنده يصرح أن الإله عبارة عن وجود ذهني عقلي لا وجود له في الخارج. قول ما أدري كيف سيرقع هذا القول يا شيخ محمد، هذا التصريح والله ما أدري كيف سيرقع. أنا ما هو أدري هل يعني بيقول إن هو له وجود في الخارج، ولكن هذا الوجود ليس في جهة أو حيز، أو ليس من جنس الوجود اللي يشار إليه، يعني يثبت ذلك عن طريق إثبات المعقولات. فإذا عقلنا أن هناك إنسان، وأن هذا الإنسان ليس له حيز، ليس يعني الإنسان الكلي ليس له في الخارج حيز أو جهة، بالتالي إذا أثبتنا ذلك، أو إذا أثبت العقل ذلك، فبالتالي فيمكن أن يكون الخالق من ناحية الجواز موجودا وليس في جهة، استدلالا بالكليات الموجودة في الذهن. وهذا استدلال خاطئ أصلا، لأن الكليات الموجودة في الذهن هي موجودة فقط في الذهن، وليس لها وجود خارجي إلا عبر أفرادها. فالإنسان مثلا كنوع موجود عبر أفراده، عن طريق محمد، أنس، تومي، أحمد، يعني هذه الأفراد الخارجية. لكن الإنسان نفسه من جهة كونه كليا ليس موجودا في الخارج. والرجل أصلا يثبت المجردات، أو يثبت الأمور المجردة الكلية في الخارج، وهو مذهبه أصلا في مسألة الزمان هو نفس المذهب. الزمان عنده هو جوهر مجرد موجود في الخارج، إثبات المجردات. هو نفس مذهب أفلاطون، لأن أفلاطون يقول أن الزمان جوهر مجرد موجود أزلا وأبدا، هو موجود في الخارج. وكذلك المكان عند الرازي هو بعد مجرد موجود في الخارج، مثبتا للمجردات أيضا، وهو آخذها أصلا من مذهب أفلاطون. فالرجل يثبت المجردات، والخالق عنده هو مجرد، لا يقبل الحس ولا يشار إليه، وليس موجود في جهة من العالم، كما نقول هي جهة الأوق. الرجل يعني مثبت للمجردات، وليس من ناحية إثبات الخالق فقط، بل يثبت مجردات أخرى في الزمان والمكان. هو بصراحة يعني
لازم قوله يا أخ أنس كما أنت قلت أن الله ليس موجود، فإذا لم يكن هناك، فإذا لم يكن موجود الخالق سبحانه وتعالى موجود خارجي يشار إليه ويطلبه، تطلبه الأيدي بالدعاء أو تنظر إليه أو تطلبه الأنظار إلى السماء في الدعاء، يعني إيمانا بأنه في جهة الفوق، فكيف يكون هذا الإله موجودا أصلا؟ يعني هو رجل متخبط جدا في هذا الباب. صحيح يا شيخ محمد. شيخ محمد، أنت كما تعلم أنا أنا مضطر للخروج، أرسلت لك يعني في الخاص لعلك تطلع على قوله، وحتى على رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في مسألة الزمان. يعني والله ما أدري، أنا ما يعني هؤلاء الذين يشنعون على ابن تيمية، أنا متأكد 100% ما قرأوا للرازي يوما ولا سمعوا بكوارثه. وهناك كوارث أخرى غير هذا يا شيخ محمد، وأنت تعلمها مثلا في معضلات الشر وكذا. والله الملحد إذا سمع هذا الكلام راح يطير به، والله راح يطير به طيران يا شيخ محمد. على أي شيخ محمد، أنا والله أستودعك الله إن شاء الله بعد ساعة. خاصة مسألة إن الأدم أن الشر هو الراجح والخير هو المرجوح، ومسألة أن عدم الإنسان خير من وجوده هي مسائل بالفعل، يعني يطرحها الملاحدة أصلا صحيح ويقولون، تصريحات، ولكن الرجل الآن يعني حتى نكون منصفين وننطلق من مبدأ أن الله، أن الخالق لا يقبح منه الشيء، وأن الأشياء في ذاتها ليس فيها حسن أو قبح، وبالتالي إذا الخالق فعل هذا أو فعل هذا فليس قبيح في يعني بالنسبة إليه، ولوازم هذا المذهب كما قلنا هي تفضي إلى الإلحاد ونكفر الرجل، ولكن نقول ونقول أيضا لازم المذهب ليس بمذهب لأنه لا يلتزم، بل هو يعتقد أن الكمال، أن كمال الخالق أساسا من إثبات هذه الأشياء أو من إثبات هذه الشرور، وأنه عنده يفعل ما يشاء، وأن الإرادة عنده ترجح لا لداع ولا لمرجح هو الحكمة كما نعتقد. وطبعا كما قلت هي لوازم خطيرة، يعني خطيرة جدا جدا. الله المستعان، بارك الله في الشيخ أنس. سنبدأ بإذن الله عن مسألة الزمان، وهي المسألة الخيرة التي رد فيها على يعني في الحجة السادسة من الحجج التي رد فيها على القائلين بأن الزمان مقدار الحركة، وهم كما قلت أتباع أرسطو، قالوا أن الزمان مقدار الحركة، فرد الرازي بقول يعني قد يستغربه البعض، فيقول الحجة السادسة: الزمان واجب الوجود، واجب الوجود لذاته، تخيلوا واجب الوجود لذاته، وذلك يمنع من كونه متعلق بالحركة، وهنا ينفي كون الزمان متعلق بالحركة بكون الزمان واجب الوجود لذاته، وذلك يمنع من كونه متعلقا بالحركة ويمنع من كونه صفة من صفات الحركة. بيان الأول أنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته لصح طغيان العدم عليه، يعني يقول أن الزمان لو كان واجب الوجود لذاته لصح العدم عليه، لا طرأ عليه العدم كما يقال، وكلما صح عليه ذلك أي صح عليه طروء العدم أو طريان العدم، فإن بتقدير طريان العدم عليه يكون عدمه بعد وجوده، يلزم يكون عدمه بعد وجوده، وهذه البعدية هي البعدية الزمانية، فثبت أن الزمان وجود، يلزم من فرض عدمه من حيث إنه حال، يعني إن الزمان عدم بعد وجوده فإن العدم بعد الوجود، وهذه البعدية لا تكون إلا بالزمان، فإذا فرضت أن الزمان معدوم ستفرض وجوده حينما فرضت أنه معدوم وهو محال، كما يقول يلزم من فرض عدمه محال كما قال الرازي، وذلك لأن فرض عدمه يوجب فرض وجوده، وذلك الكلام للرازي، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال، وكلما كان كذلك فهو واجب الوجود لذاته، ينتج أن الزمان واجب الوجود لذاته. يقول وإذا ثبت هذا فنقول لو كان الزمان صفة للحركة ومقدارا لها لكان الزمان مفتقرا إلى الحركة،
والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته، فيلزم أن يكون الواجب لذاته اللي هو الزمان ممكنا لذاته وذلك محال. وأيضا فالذي يفتقر إليه الواجب لذاته أولى أن يكون واجبا لذاته، فيلزم أن تكون الحركة واجبة الوجود لذاته، فوجب كونها غنية عن المحل والموضع وذلك محال. هذا هو النقل الأول الذي يصدح فيه بكل صراحة أن الزمان واجب الوجود لذاته، وهو عنده كما سنبين جوهر مجرد موجود أزلا وأبدا، هو نفس مذهب أفلاطون. وكذلك أفلاطون أثبت أيضا أن المكان من المجردات الموجودة في الخارج. وقال أيضا في الحجة 13، قال أصحاب أفلاطون، هو هنا يقرر مذهب أفلاطون الذي يتبعه الرازي، دل البرهان، قال أصحاب أفلاطون، دل البرهان على أن الزمان قديم، ودل البرهان على أن الحركة يمتنع أن تكون قديمة، هو برضو بيرد على القائلين بأن الزمان مقدار الحركة، وهذا يدل على أن الزمان مغاير للحركة ومغاير لجميع صفات الحركة. أما بيان أن الزمان قديم، فلأنه لو كان مسبوقا بالعدم لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا بالزمان، وذلك يوجب أن يكون كونها موجودا حال كونه معدوما وهو محال. وأما بيان أن الحركة يمتنع أن تكون قديمة، فذلك لأن الحركة انتقال من حال إلى حال، فحقيقة الحركة تقتضي كونها مسبوقة بالغيب، وحقيقة الأزلية والتقدم تنافي المسبوقية بالغيب، والجمع بينهما محال. فثبت أن الزمان قديم، وثبت أن الحركة يمتنع كونها قديمة، فيلزم أن يقال الزمان غير الحركة وغير مقدار الحركة وهو المطلوب. هذا الموضوع الثاني الذي يثبت فيه مسألة قدم الزمان متبعا فيه مذهب أفلاطون. وفي الموضوع الثالث يقول: ولمجيب أن يجيب ولمجيب أن يجيب عنه فيقول: لا نسلم أنه في ذاته وماهيته سيال متبدل منقض، ولما لا يجوز أن يقال إنه جوهر باق أزلي أبدي، إلا أنه إذا حدثت الحوادث صار تلك الحوادث المتعاقبة مقارنة له، وحينئذ يلزم من وقوع التغير والتبدل وقوع التغير والتبدل في نسب أو في نسب ذلك في نسب ذلك الجوهر إلى تلك الحوادث. والحاصل أن السيلان والتبدل ما وقع في ذات الزمان وفي جوهره، بل وقع في نسبته إلى الحوادث المتعاقبة. هو يقول أن الزمان جوهر باق أزلا وأبدا كما يقول أتباع أفلاطون، ولكن التغير إن كان هناك تغير أو إن كان هناك آنات متتالية متغيرة فهي بسبب الحوادث التي تقارن الزمان، لكن الزمان في ذاته كما قال أتباع أفلاطون هو جوهر باق مجرد ليس فيه تغيير. هو طبعا يشبه الزمان هنا، أو يشبه أو يض يعني يكاد يقول أن الزمان هنا يماثل الخالق سبحانه وتعالى في كونه، يعني لا يقوم به فعل أو لا يتجدد فيه حركات أو غير ذلك. وإن كان هناك أفعال أو إن كان هناك لغات فهي يعني مجرد تعلقات أو مجرد نسب وإضافات عدمية بالنسبة إلى ذات الخالق الثابت أزلا وأبدا، والذي لا يقوم في فعل ولا يتجدد فيه شيء. ثم يقول: فظهر أن هذه الحجة التي ذكرها المتأخرون في إبطال مذهب القدماء في ماهية الزمان حجة ضعيفة ساقطة، بل عندي أن هذا القول هو قول أفلاطون اللي احنا لسه ذاكرينه دلوقتي، بل عندي أن هذا القول أقرب الأقوال المذكورة في ماهية الزمان وفي حقيقته، وهو مذهب الإمام أفلاطون.
ثم يقول: وظهر بهذه المباحث الغامضة التي أوردناها والبينات الكاملة التامة التي قررناها أن الحق في حقيقة المكان والزمان ما قاله أفلاطون إلهي لا ما اختاره أرسطو طاليس المنطقي. هو هنا يرجح مذهب أفلاطون في الزمان والمكان بكل صراحة، ومذهب أفلاطون في الزمان والمكان هو كما قلنا أنه جوهر مجرد موجود باق أزلا وأبدا، وأن ما يقدر به من التغيرات والحوادث هي المتغيرة، أما هو فهو ثابت أزلا وأبدا. وكما قلنا أفلاطون يقول أنه أي هذا الزمان واجب الوجود لذاته. ثم يقول في النقل الذي يليه، وأعتقد أنه النقل الأخير، يقول: وفي هذا اعتراف بأن الشيء قد يكون ثابتا في ذاته، ومع ذلك فإنه يقتضي تقدير الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة. يعني يتحدث هنا عن أن الزمان زي ما قلنا هو من جهة نفسه ثابت، ولكن الذي يتغير هي الأحوال أو الحوادث أو المقادير المتغيرة التي قد تقدر به ويقدر به الزمان. إذا عرفت هذا فنقول إن هذا عين مذهب أفلاطون، وهو أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته، إلا أنه يقتضي تقدير هذه الأحوال المختلفة. وقد ثبت أن الناصرين لمذهب أرسطوطاليس في أن الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغل في شيء من مضايق البحث المباحث المتعلقة لا يمكنهم التوغل في شيء من مضايق المباحث المتعلقة بالزمان إلا عند الرجوع إلى قول أفلاطون. وأقول: قد ذكرنا أن الأقرب عندنا في المدة والزمان هو مذهب أفلاطون، وهو أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته. فإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ذوات الموجودات القائمة المبرأة عن التغير سميناه بالصرمد، وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات فذاك هو الدهر الداهر، وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيرات مقارنة له حاصلة معه فذاك هو الزمان. وبالله التوفيق. هو هنا كان يفسر معاني الدهر والصرمد والزمان في هذا الموضع، وقرر فيه بكل وضوح مرة بعد مرة مذهب أفلاطون، وأنه هو المذهب الذي يختاره الرازي. وبذلك يعني وبهذه المقولات أثبتنا أن الرازي يقول بقدم شيء معين مع الله، واعتبره جوهر مجرد موجود مستقل بذاته دائم أزلا وأبدا، بل قال إنه واجب الوجود لذاته، وهو قول شنيع جدا قال الرازي. وهذا يا إخوة الله المستعان من نتاج يعني الخوض في الفلسفة والكلام، مع إهمال أو ترك للنص أو تقديم للعقل على النقل، فتظهر هذه التخبطات. فقد ترى في هذا المؤلف وفي غيره تناقضات كثيرة جدا جدا، يقرر في موضع قول ثم يناقضه في موضع آخر بكل يعني وضوح، والله المستعان. ويعني نفتح المجال لنقاش الإخوة في هذه المسألة المهمة. بارك الله فيكم جميعا وجزيتم خيرا. أحسن الله إليكم. أحمد بارك الله فيك، لو في أي تعليق من الإخوة اللي موجودين تحت، حد عاوز يطلع يعقب يسأل يتفضل. أخي تومي لو عندك تعليق اتفضل.
أخي تومي. طيب نفتح المجال للمناقشات مع الإخوة اللي موجودين في أسفل، لو حد حابب يناقش يطرح أي تساؤل يتفضل هنناقشه إن شاء الله. كما قلنا، هذا القول من مستشنعات الأقوال أو مستشنعات المسائل التي يعني نسبت يعني أو التي يعني لم تنسب، بل هي حقيقة ما قال بالفعل الرازي. ونحن نقول أن الرازي يعني لا نكفره ولا هو، ونقول أيضا أنه إمام من الأئمة أخطأ، ولكن هذا القول هو قول لا بد أن نقول أنه قول خطير جدا جدا جدا. وللأسف الشديد نرى الذين يتبعون أو الذين ينتسبون إلى المذهب الذي ينتسب إليه الرازي ويبجلونه ويعظمونه، يتجاهلون هذه الأقوال، ثم يعني يذهبون أو يعني يتلقفون بعض ما يظنونه أخطاء لكثير من الأئمة السابقين، ربما لا تكون هذه الأقوال من صريح قولهم ولا حتى من لوازم قولهم، ثم يشنعون عليهم ويتركون هذه الأمور الواضحة في مذهبهم أو للمنتسبين أو للأئمة المتبعين في مذهبهم بكل وضوح. وهذا أمر يعني مستغرب فعلا، هذا أمر مستغرب فعلا. لا زلت منتظر يعني إن كان بعض الإخوة يريد الصعود. أعلم أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة، مسائل الزمان هي من المسائل الدقيقة بالفعل، ربما تحتاج إلى دراسة أو تعمق وغير ذلك، دراسة كتب الفلسفة أو الكلام. يعني أطلب من الإخوة إن كان أي شخص لديه تعقيب أو سؤال أو تعليق يتفضل. نحن أخ أحمد، هل فيما قلته ما يعني ما كان غامضا يريد توضيح؟ لحد ما الأخ تومي يعني شايف الأخ تومي كده. لا والله يا شيخ، الكلام واضح، الله يجزاك خير. وليت هؤلاء الأشاعرة اتبعوا محدثيهم، حتى من الأشاعرة أهل الحديث مثل الإمام ابن حجر والإمام النووي، ولكن فضل اتباع هؤلاء المتكلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نهايتها الزمان أصبح واجب الوجود لنفسه. يا سلام. بالفعل بالفعل، ثم تلقفون خطأ لأهل الأئمة وتلقفون مثلا ما لا نعقده خطأ. يعني بالأمس كنت قد استمعت لبعض التشنيعات على القاضي أبي يعلى. والله يعني حاجة غريبة، رغم يعني الاختلاف الكبير بيننا وبينه في مسائل، لكن ما يستشنعونه عليه لا نراه أصلا خطأ. الأخ تبدو أنه قد عاد، تفضل لا، أخي تومي. سمعت نقطة لا أدري إذا كانت صحيحة، لكن صحيح لي. هو يعني افترض وجود زمان مجرد خارج الدين، وبه قاس وجود الله لما لم يكن فاعل، يعني أنه لما كان معطل عن الفعل يقاس به وجوده بذلك الزمن مجرد، ثم لما يصبح فاعل يقارن يعني فعله بذلك في تلك المدة أو في تلك اللحظة بزمن آخر، صح؟ وإلا لا يمكننا أن نقول بأن الله موجود، صح يا أخ محمد؟ كأني ما سمعت كلام سمعتكش هكذا. كويس، قلت لا هو قلت قال تاني كده، بأن أنا سمعت. دقيقة، هو قال بأن الزمان شيء مجرد موجود خارج الدين، ولما تكلم عن صفة الوجود لله قال بأنه لما كان معطل لا يمكننا أن نقول ذلك إلا بمقياس مقارنة بذلك الشيء الموجود مع الله، به نفهم بأنه موجود قبل أن يخلق الكون، صح؟
هو مسألة وجود الله مش هو بس، يعني لا أكثر الأشاعرة بيثبتون اتفضل. وجود الله وأنه ليس متحيز أو ليس في جهة، استدلالا بالمعقولات، المعقولات الذهنية. يقولون بما أن هذه المعقولات الذهنية موجودة في الذهن وليس لها جهة أو هي متحيزة، إذن يجوز أن يكون موجود ليس متحيزا أو ليس في جهة أو ليس داخل العالم ولا خارجه. فقط هم من هذه، لا، في الزمان، يعني أنا قلت لك، يعني هو لما افترض زمان أزلي قديم، يعني كأني سمعتك تقول تقرأ من كلامي أنه يقيس أن وجود الله مقارن لذلك الشيء، يعني لا يمكن أن نفهم وجود الله إلا بوجود ذلك الشيء. أنا هو بيتكلم، فهمت انت قصدك، اصولي هو بيقول ان الزمان جوهر باق ثابت ازلا وابدا، اما التغيرات فهي لتلك الحوادث التي تنسب اليه. انا قلت شرحت قوله، هو يقول انها تنسب اللي هو لم يقل ذلك، يعني لم يصرح بذلك، لكن يعني تنسب اليه كما تنسب المفعولات الى الخالق جل وعلا في اوقاتها، ويكون المتجدد هي نسب واضافات عدميه او تعلقات عدميه. هو يقيس الزمان بهذا الشيء، يقول ان هذه التغيرات هو ان الزمان يقدر بها، وانها نسبتها الى الزمان هي نسبه عدميه، ليبقى الزمان دائما جوهر باق ثابت ازلا وابدا. اما هذه التغيرات فهي للحوادث او للمقادير وغير ذلك. وصلت؟ نعم، فهمت. انقطع عنك الصوت يا أخ. كنت سمعت صوتك، الصوت ما كانش واضح. لا، الصوت جيد. يعني أنت لازم كلامي هذا، يعني أنه يعني التغيرات التي تحدث في الكون هي تقاس بناء على ذلك الشيء الموجود الذي هو مستقل عن تلك الحوادث. فالحوادث هي لما يعني نقدر الزمن وكذا، يعني بناء على ذلك الشيء الموجود المجرد هذا الذي أثبت وجوده. يعني كان يقول، على فكرة، هو كان قال كأنه قال بأن الزمن ليس هو مقدار الحركة، لأن يعني يفهم لأنه منه واجب الوجود، وجود لأنه مستقل، واجب الوجود لذاته. يعني أنه يمكن أن يوجد بدون حركة، يعني أنه جعل أنه استدل كأنه استدل هكذا، قال يعني يعني هو يعني الحركة لها أول، الحركة لها أول، وواجب الوجود لذاته ليس له أول، فاجتمعهما محال. يعني لا يمكن أن يكون هو الحركة، لأن الحركة كما تعلم توجد عدم، والزمان بما أنه واجب الوجود لذاته ولا يوجد بعد عدم، فلا يمكن أن يجتمع ليكون مقدار الحركة. فيقول أنه أن ذلك محال أصلا. يعني تخيل، هو استدل بكون الزمان واجب الوجود لذاته، وبالتالي لا يمكن أن يكون مقدار الحركة، لأن الحركة متغيرة توجد بعد عدم. يعني هذا أوضحه للإخوة الذين لم يستمعوا أو الذين جاءوا متأخرا ولم يستمعوا إلى النقولات. هو يقول بكل رابع بوضوح أن الزمان واجب الوجود لذاته، ولذلك لا يمكن أن يكون الزمان هو مقدار الحركة، لأن الحركة متغيرة، توجد كل حركة أو كل فرد من أفراد الحركة توجد بعد عدم، والزمان واجب الوجود لذاته لا يوجد بعد عدم لأنه موجود أزلا وأبدا، وبالتالي لا يمكن أن يكون مقدار الحركة، وأن ذلك محال. وهذا القول كما قلت هو من مستشنعات الأقوال الذين يشنعون على الأئمة ويتلقفون لهم الأخطاء، أو يخترعون لهم أخطاء، أو يستلزمون لوازم غير لازمة للأئمة. أقول لهم: لماذا لم تعلنوا عن هذا المذهب أو عن هذا المسلك الرازي له كثير كثير من الأقوال الخطيرة من مستشنعات الأقوال أصلا؟ مسألة قدم عالم الغزالي، يعني ألف مؤلف يعني كما تعلمون في تهافت الفلاسفة، رد فيه على الفلاسفة القائلين بقدم العالم وغيره من أئمة الكلام. أما الرازي فهو بكل بساطة يقول أن هناك شيء معين هو قديم مع الله، وأن هذا الشيء هو واجب الوجود لذاته ويلزم من فرض عدمه كما قال المحال. فماذا يقولون في هذا القول؟ وهذا كما قلت هو نتاج الخوض والتعمق في الفلسفة
هو اتبع في الزمان، في مسألة الزمان والمكان، قول أفلاطون. الزمان عند أفلاطون جوهر مجرد موجود، وعند والمكان عند أفلاطون جوهر مجرد موجود. والزمان عند أفلاطون هو قديم واجب الوجود لذاته، قديم أزلا وأبدا، والله المستعان. ولا زلت منتظر إن كان أحد من الإخوة في الأسفل يريد أن يشارك. بفضل يعني أراد إثبات حدوث الحركة بإثبات شيء قديم، أراد إثبات بطلان أزلية الحركة بإثبات شيء أزلي الذي به تقدر يعني مكانها، يعني بكل بساطة. على فكرة حتى هؤلاء يعني لا يسلمون لها أصلا، يعني أنك أثبتت حركة حادثة، لكن أنت فقط أثبتت حركة عينية موجودة في هذا الكون حادثة، لكن لم تضطر بأننا والحركة يمكن أن يكون أزليا في النقطة. يعني لا، يعني حركة هذه حادثة، لكن لا مانع عقلا أن تكون حركات لا أول لها. يعني كيف يعني إذا كان هو يجوز موجود قديم أزلي، فلماذا لا يجوز حركات حادثة أصلا؟ وعلى فكرة يكون أقرب إلى العقل، يمكن أن يقال هكذا يا أخ، أقرب إلى العقل أن تكون حركات لا أول لها من أن تدعي بوجود شيء مجرد اسمه الزمن هو واجب لذاته. يعني هذا القول لا تقام بحجة أصلا. يعني طبعا يعني في حركات لا أول لها، كل حركة معروفة أنها توجد بعد عدم، ومظبوط حركة الأخرى التي توجد أيضا بعد عدم، وليس هناك فرد من أفراد الحركة، لا يقال أن هناك فرد من أفراد الحركة قديم أصلا يعني. ومسألة الزمان نحن يعني نريد أن نبرز مذهبنا فيها، لو الأخ تومي اتفضل ابرز فيها المذهب الحق في مسألة الزمان حتى يستفيد المتابعون. لا أرى أحد المتابعين يريد أن يشارك في هذه المسألة الشائكة، المسألة الخطيرة، الله المستعان. تفضل أخ تومي لو يعني تستحضر كده بعبارات موجزة مسألة مذهبنا في الزمان حتى يستفيد المتابعون. نعم، باختصار شديد هو أنك نحن لما نقول ببساطة شديدة هو أن الزمن هذا معنى كلي ذهني، يعني لا يوجد شيء في الخارج اسمه الزمان له خصائص فيزيائية أو كذا. ثم نحن نقول شيء ذهني، لكن لا نقول بأنه يمكن أن يوجد في الواقع شيء ذهني مجرد. يعني نحن لا نقول أنه شيء فيزيائي له خصائص فيزيائية يمكن أن تدرس كما يدعي بعض الفيزيائيين. على فكرة هناك من الفيزيائيين من يقول هذا القول، تشيء الزمان والمكان، يعني جعلوا من الزمان والمكان شيئان وجوديان يمكن دراستهم وتتأثر بهم الأجسام. يعني أينشتاين هذا على فكرة يفترض وجود شيء، يعني هذا الفراغ الكوني هو الزمكان، ينحني وينكمش وينكسر وكذا، يعني يتأثر بين الموجودات. فهو على فكرة أينشتاين غارق في نفس المغالطة، يعني جعل فقط من نظام إحداثي رياضي لتوصيف العلاقات يعني أو لتقدير الزمان في الخارج دليل على وجوده في الخارج هو نفسه، يعني يستدل بالدليل الرياضي المجرد على أنه هو نفسه في الواقع موجود. وده خطأ طبعا، لأن مثل ما أعطيكم السرعة، السرعة يمكنك أن ترمز لها رياضيا، يعني أو لما تقوم هي انتقال، يعني السرعة يعني يسافر بها يعني الإنسان يعني من نقطة إلى نقطة ثانية. هذا الحد بين النقطة الأولى والثانية يمكنك توصيفه رياضيا على شكل يعني خطوط هكذا مقطعة يا أخ محمد، تصفها رسم خطوط. هذا لا يعني بأن السرعة نفسه هي شيء موجود يمكننا تتبعه ودراسته يعني كيفيته يعني في الخارج، هي فقط توصيف ذهني، فقط تصف حالة توجد في الواقع، فهمت كيف؟ لكن لا يعني بأن السرعة نفسها هي الشيء، يعني لما الإنسان يعني ينتقل من حالة يسافر بالنقطة أولى إلى الثانية، هذا لا يعني بأنه يعني السرعة هي دخل في شيء يتصف بشيء فيزيائي اسمه السرعة. هو نفسه ما نقول في الزمان، يعني الزمان باختصار أنا أعطيت في هذه النقطة، يعني الزمان هو شيء اعتباري، يعني تقدير الحوادث أو باختصار يعني في هذا الكون هو مقياسنا نحن لتتابع الأحداث بناء على نظام حركي ثابت الذي هو تقول حركة دوران الشمس أو أي شيء أو تعاقب الليل والنهار، هذا به تقيس الزمان. لكن هنا الإشكال هو أن بعض الناس يجعل فقط بأن هذه المعاني التجريدية مثل الماضي والحاضر والمستقبل
يمكن أن تنطبق على موضوع في الخارج الذهن، يجعل مجرد هذا الانطباق دليل على وجود الزمان. وهي نفس المغالطة على فكرة، بعض الملحدين يا أخ محمد يقولك بأن يظن بأننا نقول بأن القانون السببية نفسه هذا موجود، يعني شيء فيزيائي اسمه قانون السببية، أو شيء فيزيائي له خصائص فيزيائية أو كذا اسمه قانون عدم التناقض. لماذا؟ لأنه يخلط بين مجرد انطباق هذه المعاني الذهنية المجردة في العقل على ما هو موضوعها في الخارج. يعني أنت لما تصف علاقة سببية بين سبب ومسبب فأنت تصف شيء، يعني علاقة بين موجودين في الخارج، لكن وصفك أن هذا أثر في هذا. لو عرفنا السببية على سبيل المثال مطلق تأثير الأشياء في بعضها البعض، فالأشياء في الخارج تؤثر، لكن القانون نفسه هو ليس له وجود في الخارج الدين. وهو على فكرة هذه النقطة، يعني أنا كنت أريد أن أقول لك يا أخ محمد، إذا قال الرازي بأن الزمان هذا ممكن يوجد مجرد في الخارج، يجب عليه أن يثبت وجود المجردات كلها. يعني لماذا اكتفى فقط بالزمان؟ يجب عليه أن يقول حتى الرياضيات. على فكرة هذا مذهب الكثير من المتفلسفة اليوم، يعني يجب عليه أن يقول، يعني لازم له هذا أن يقول بأن حتى قانون السببية ومبدأ عدم التناقض وكذا موجودون خارج الدين. وهي نفس المغالطة التي وقع فيها المعتزلة على فكرة في مسألة تعدد القدماء، يعني أن الأشياء هذه الذهنية يمكن أن توجد في الخارج هكذا قائمة بنفسها بدون موصوف، يعني صفة هذه فقط يعني معاني يمكن أن توجد في الخارج هكذا بدون ذات قائمة بها. فهذا هنا الخط، يعني إذا أنت جوزت وجود شيء في مجرد اسمه الزمان فزوج كل وجود كل مجردات، مثل مذهب أفلاطون على فكرة. أفلاطون هو الذي كان يقول بهذا، يعني أن الرياضيات، وفيثاغورس كان يقول بوجود الأعداد. يعني إذا أنت جوزت وجود شيء مجرد في الخارج، فكيف سوف تجيب لو ناقشت مثل هؤلاء الذين يجوزون وجود الرياضيات وكذا، تجوز وجود كل شيء، كل هذه المجردات. هذه النقطة. المهم باختصار، الزمان إذا كنت تقصد، يعني هناك من الناس ما يقول بأن يظنون بأن يعني الزمان، يعني نقول بأن نحن، يعني إذا كنت تقصد بالزمن المخلوق تقصد بهذه الحركة التي بها نحن نقيس الزمان، نعم فهي حادثة بعد أن لم تكن. لكن إذا كنت تقصد يعني بالأزلية، نحن أصلا لا نعرف الأزلية إلا بامتداد في الزمن الماضي بلا بداية، هي وصف لموجود يمتد وجوده في الماضي بلا ابتداء وفي المستقبل بلا انتهاء. هذا وصف، يعني هناك ذات موجودة هو الله سبحانه وتعالى موجود، هي صفة له نوصف بهذا، يعني نخ كأخبار عنه. أي أنك إذا كنت تقصد بهذا، نعم هذا معنى صحيح. فالله سبحانه وتعالى ليس موجودا في شيء اسمه الزمان، هي وصف له. وعلى فكرة كل ذات يا أخ محمد نحن عندنا، كل سوف أعطيك مثال آخر، يعني أنا أقول لك أن كل ذات يجوز في العقل أنها فعلت تفعل الأفعال أو هي أنها حية، لابد أن توصف بالمعاني الزمنية. وهنا وصفها بالمعاني الزمنية هي وصف لها، ليس لأن لا نقول، يعني على فكرة خلط كبير في هذه النقطة، لأن بعض الناس يعني ناقشوا الملاحدة وكثير ووضح يعني دخلت إليهم شبهات. لما تقول يا أخ ذات حية يعني توصف بالفعل، هذه لابد أن توصف بالمعاني الزمنية، يعني سواء سميت ذلك زمانا او لم تسميه، يعني لكن اذا كنت تثبت المعنى فلا اشكال. يعني حتى لو كنت اريد ان اضرب لك مثال، نحن نقول بان الزمان هو مقياسنا لتتابع الاحداث بناء على نظام حركي ثابت هو حركه دوران الشمس، لكن لو لم تكن الشمس موجوده فهل سوف يختفي الزمان نفسه؟ لا، يمكنك تقدير الزمان بناء على شيء اخر. يعني لو لم يكن الانسان الى، يعني يفترض بان الكون في سكون مطلق لكن لا يوجد إلا الإنسان، باستثناء الإنسان، يمكن لهذا الإنسان أن يقدر الزمان بناء على حركات القلب أو نبضات القلب، تقدير الزمان بناء على تلك الحركة. فكل ذات يعني توصف يعني بأنها تفعل الفعل بعد الفعل، كما نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى واجب أنه فاعل من الأزل وإلى الأبد، فهمتي؟ فهو وصف لله سبحانه وتعالى، يعني أفعاله لا بداية لها في جهة الماضي ولا انتهاء لها في جهة المستقبل. فلما أقول لك أن هذا وصف أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمعاني الزمانية، فأنا لا أقصد بأنه هو موجود شيء خاضع لشيء كما يقول الرازي، يعني أن يعني حسب كلامه لهذا قلت لك يا أخي كأنني أفهم بأنه إذا كنت تريد قياس لحظة وجود الله سبحانه وتعالى لم يكن الكون موجودا، فلا بد أن تقارنها بذلك الشيء الموجود مستقل عن وجود الله. هذا كلام خاطئ، باطل هذا الكلام، فاسد هذا الكلام، لكن نحن نقول هي وصف لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقصد
فالزمن المخلوق هو الحركة التي بها أنت تقيس الزمان، ليس الزمان بمفهوم المطلق. فالمعنى فالزمان يعني الماضي والحاضر والمستقبل هي معاني ذهنية مجردة يعني. ولهذا دائما أقول يعني أنك كل موجود لا بد أن يوصف بالمعاني الزمنية. هنا لماذا؟ لأن هناك تلازم، مسألة بديهية، هناك تلازم بين لفظ الوجود وبين الزمان. يعني أنت لما تقول شيء موجود لكن تقول لي بدون زمان، حولت المسألة لمسألة يعني متناقضة، كيف هو موجود لكن بلا زمان؟ لابد لما تثبت وجوده فأنت أثبتت وجوده في لحظة اسمها الحاضر، هو موجود في الحاضر أو موجود في المستقبل، سوف يوجد في المستقبل أو وجد في الماضي، لكن لما تقول موجود لا يوصف بالمعاني الزمنية، حولت هذا الموجود إلى يعني شيء ممتنع عقلا. كيف موجود لكن لا أصفه بالمعاني الزمنية؟ يعني لهذا قلت لك يعني لما نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود، فهو الذي لم يزل موجودا في جهة الماضي بلا ابتداء ولا انتهاء في جهة المستقبل. وهذا لا يعني بأننا كما قلت أعيد يعني والله سبحانه وتعالى، حتى لو قال إذا كيف قدر الله سبحانه وتعالى الأفعال، هذه أجاب عليها ابن تيمية في هذه النقطة، قال لك لو سلم لكم بهذا القول فإنه لو احتاج الله سبحانه وتعالى إلى شيء لا يحتاج إلا أن الأفعال، أفعاله التي تحدث شيئا بعد شيء، فهو لا يحتاج إلى شيء يقدر به الزمان، إلا فبأفعاله تتميز الأوقات، فهو لا يحتاج إلى شيء غيره لكي يعني تتميز الأوقات بأفعاله، فأفعاله يعني هي التي يعني تتوقت بها الأزمنة. أو تقول بأن الزمان هو يعني إذا كنت تقصد هنا هو تنسيب الحوادث في عين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بعد الشيء، يقدر الشيء بعد الشيء، فهذا معنى الزماني، يعني ليس هذا يعني بأن الله موجود داخل شيء اسمه الزمان. فهذه النقطة يعني، أو نقطة أخرى يعني لو افترضنا بأن الشمس غير موجودة التي بها نحن نقيس الزمان، هل سوف ينتهي الزمان؟ لا، يمكنك أن تقول تعتبر جملة خاطئة، أقول لك الشمس أو القمر موجود قبل وجود الشمس، هذا زمان أيضا بدون وجود الشمس أصلا، أو أن هذا الإنسان موجود قبل يعني، أو أن يعني هذا القمر يعني أنا في مثال يعني بسيط، هذا القمر موجود قبل وجود الشمس، واضح يعني أثبت قبلية زمانية بدون وجود الشمس الذي به تقيس أنت الزمان. وكما قلت لك يعني فأنت إذا قلت بأني أثبت وجود الله سبحانه وتعالى لكن لا أصفه بالمعاني الزمنية، فأنا هذا عندي يعني ذات ميتة يعني صراحة، لا يحدث منها فعل ولا شيء يعني، هذا أنا عندي هذا ممتنع عقلا أن يوجد شيء مثل هذا في هذه النقطة هذه. فدعني أقرأ ابن تيمية، لأني أجبت فقط بما يعني أقرأ لك النقل لابن تيمية في هذه النقطة، سوف أفتح قناة على تفضل يا أخي اتفضل. في الأسفل لو عاوز يسأل سؤال أو يطرح طرح أو يعقب أو أي حاجة إحنا منتظرين. وعاوز أقول إن ما ذكرته عن الرازي في مسألة قدم الزمان موجود في المجلد الخامس، موجود في المجلد الخامس الجزء الخامس المكتبة الأزهرية للتراث، يعني لو اللي من حب أن يطلع، لو أردتم أرقام الصفحات أعطيها لكم إن شاء الله. نعم أقرأ لك.